السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باور بي اي من البرامج الكويسة جدا في عمل تصوير او فيجواليزيشن للداتا اللي عندك، بحيث بدل ما هي ارقام مش مفهومة لا تبدأ تفهم وتستوعب، ويبقى سهل ان اي حد يشوفها يستوعب. طيب دلوقتي اقول له جيت داتا، هيجي يقول لي انت عايز معاك مين، هقول له من الاكسل وابدأ اختار الملف اللي انا عايزه. اختار الشيت اللي انا عايز يظهر معايا، هنا الاسم، الاشخاص، الخبرة في الخليج، السالري، اقول له لود. وهبدأ احط مثلا الشكل دوت اهو، وهقول له الاسماء طبعا هي الاكس بتاعي، وبعد كده الايج مثلا هنحطها في الفاليو، الاكسبيرينس هي، ومثلا الاكسبيرينس انجلف بشكل دوت. انا عايز السالري يظهر لما يقف بالماوس، فهقول له السالري اهو، تحط فاكتور تايب اهو، يبدا يجيب لي البيبول والايج والسالري. طيب لو انا عايز اضيف عمود كمان، فهاجي هنا من الداتا وهاجي هنا من موديلنج واقول له نيو كولوم. الكولوم ده عايز بيقول لي اكسبيرينس اوت جولف، يعني الكولوم دوت عايز يعرض لي الفرق بين الاكسبيرينس ناقص اكسبيرينس ان جولف. فشايف علامة القوس اللي هو على شكل مثلا جزء من المستطيل دوت اللي هو حرف الجيم، أقول له أهوت أهو، أقول له الإكسبيرينس ناقص، وبعد كده أقول له نفس القاموس إكسبيرينس إنجلف، هي دي المعادلة بتاعتي. تمام، هيبدأ يطرح أوتوماتيك 11 ناقص 2 هيطلع له 9 بالشكل دوت. فأنا بقى عندي العمود دوت أهو، نقدر نعدل الاسم بتاعه رينيم، قول له اكسبيرينس اوت جولف. طيب تعالى ندخل كده للبيانات، الاقي اكسبيرينس اوت جولف موجوده بالشكل ده. طيب خلينا ممكن نضيفها للجدول دوت، مفيش مشكله، بس خلينا نعمل جدول بشكل اخر اللي هو الجدول دوت. ده بيبدا يظهر لي المعلومات متقسمة لأجزاء، فأقول له أنا عايز أحط الأشخاص أهوت في الأكس، وأقول له أنا عايز بقى يظهر عندي في الفاليو الإكسبيرينس إن والإكسبيرينس أوت، هيبدأ يلونهم لي كده. يبقى هو كل واحد فينا واصل ل 100%، بس نسبتهم قد إيه هي دي بقى تختلف. تمام، يعني حمزة مثلا خبرته 20% ده في الجلف والباقي في الأوت، وهكذا بيبدأ يجيب لي نسبة وتناسب. وممكن نحطها هنا برضو، ممكن نقول له مثلا اختار الجدول دوت وهقول له انا عايز اضيف لك اكسبيرينس او جولف بالشكل ده، هيبقى يظهر لي بالشكل ده.